السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك شيخنا؟ ربنا يبارك الحمد في لله عمرك. الحمد لله. رب دايما. سؤالك يا محمود مش فاهم. اتفضل اتفضل. شيخنا أنا دلوقتي كل شهر بقتطع من راتبي مبلغ معين صدقات وبحوشه. وحاليا هو بقى مبلغ كبير، فكنت عايز أعرف حضرتك أفضل حاجة أحطه فيها إيه؟ كبنوك لا أعلم بنوكا إسلامية، لكن لو تعرف رجل صالح تاجر أمين 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 ماهر شغلها لك. لا أنا أقصد يا شيخنا أطلعهم صدقة أفضل حاجة في إيه؟ عفوا هذا السؤال؟ المبلغ يا شيخنا اللي أنا مقتطع من راتبي بطلعه صدقة. أيوة بس لا لا اختلف علي السؤال معزز. أيوة فحاليا بقى مبلغ كبير، فكنت عايز أفضل حاجة. يعني كم يعني كبير كبير يعني يعني مئات الآلاف؟ ممكن مثلا حوالي 50,000 جنيه. ممكن تضعها في أساس مسجد أو شراء مصاحف لمسجد أو كل دير لمسجد أو في مدرسة تحفيظ قرآن تبنى، يعني بابها واسع. يعني وقف، يعني أطلع حاجة وقف. أحسن أحسن. جزاك الله خير. وعندي طلب شيخنا، جزاك الله خير، أنت تدعي لي. الله يوفقنا وياك وأنت كذلك. جزاك الله خير. الله يسلمك.